escrito. Vai no Garibas, بعد حكينا عن الكونتينوس راندوم فاريبل واتفقنا انه الديسكريت راندوم فاريبل كان عندكم عدة ارواق، مثلا كان في عندنا اليونيفورم، بعدها كان نورمال ديستريبيوشن، بويسونز، اشكال مختلفة. بعد اجينا على الكونتينوس كانوا تقريبا نفس الارواق اللي عبارة عن اليونيفورم، بعد النورمال ديستريبيوشن، بعد كان عندنا البويسون ديستريبيوشن، بعدها الهايبر جيومتريك والجيومتريك ديستريبيوشن والفروقات اللي كانت بينهم. اخر شيء وصلنا حكينا عن الاكسبوننشال ديستريبيوشن، وبعد حكينا عن البويسون ديستريبيوشن، بعد وصلنا ل ايرمان جاما ديستريبيوشن. اوكي، هلا حكينا بشكل عام بالنسبه لايرمان جاما ديستريبيوشن، هي عباره عن جنراليزيشن، يعني عمليه تعميم بالنسبه للاكسبوننشال اكسبوننشال ديستريبيوشن. هلا شو الفرق اللي بينهم؟ نحن حيصير عندي لما اتعامل مع الانترفلز حيصير عندي الاكسبوننشال ديستريبيوشن. حكينا انه الانترفلز في عندي الفيرست ايفنت اب تو ارث ايفنت، اللي هي عباره عن الصم بالنسبه للاكسبوننشال. في المقابل لو بدنا نقارن هذا الشيء مع البويسون ديستريبيوشن او قبل النورمال ديستريبيوشن، كنا نتعامل مع ايفنت بار. هذا الشيء اللي موجود. هلا اذا قيمه ار هي عباره عن ما كانت انتجر فاليو، في هاي الحالة بصير عندي ديستريبيوشن بنسميه جاما ديستريبيوشن. فمرة ثانية بالنسبة للايرلاين ديستريبيوشن هي عبارة عن جنراليزيشن بالنسبة للاكسبوننشال ديستريبيوشن. بعد شوي يصير رح نشوف الماس فانكشن، اعتقد شفناه بالمحاضرة الماضية اللي هي دنسيتي ماس فانكشن بالنسبة للايرلاين ديستريبيوشن. حنلاحظ انه هو له علاقة كبيرة في الاكسبوننشال ديستريبيوشن. اوكي، بالنسبة للفرق بين الايرلاين ديستريبيوشن وجاما ديستريبيوشن، الفرق بينهم انه هي فعليا جاما ديستريبيوشن كمان هي عبارة عن جنراليزيشن بالنسبه للايرمان ديستريبيوشن، بحيث انه القيمه الار حتصير مش شرط انها تكون عباره عن انتجر، مش شرط تكون عباره عن قيمه واحده، فعشان هيك حتصير نشتغل نوعا ما على التكهن. هلا المعادله الاساسيه اللي بدنا نرجع لها انه هاي اللي هم عباره عن الايرمان والجاما ديستريبيوشن هي جنراليزيشن بالنسبه للاكسبوننشال ديستريبيوشن. حكينا المحاضره الماضيه انه الاكسبوننشال ديستريبيوشن كمان في علاقه بينه وبين البويسون ديستريبيوشن بناء على كاتيجوري معينه، فاذا متذكرين كان في هذا الجدول. اللي هو من خلاله بنحول هايبر جيومتريك ديستريبيوشن لبينومال ديستريبيوشن، وبينومال ديستريبيوشن لنورمال ديستريبيوشن. في علاقه كانت شبيهه بالنسبه للاكسبوننشال ديستريبيوشن، اللي اذا كانت عدد n مقارنه مع سبيس كامل اقل من بوينت. بالنسبه للبويسون ديستريبيوشن الاكسبوننشال ديستريبيوشن، اوكي احنا اللي حكينا الاكسبوننشال ديستريبيوشن في له علاقه مع البويسون ديستريبيوشن، والبويسون ديستريبيوشن هو المشبوك مع